عجبني هذا الجو هذا وهذا المنظر الرائع. مشيت عند الصديقة ديالي في طريق مكناس للمزرعة ديالها وقلت ما كاين مشكل ندير فيديو. الشتا كطيح والجو رائع ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، كل شيء زوين والله اكبر. هذا الليمون هو مازال ما وجدش، هذا كله ليمون ما شاء الله الله اكبر. وكنبلغ لكم التحيه ديالي لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وكنقول لكم عواشركم مبروكه. شوفوا هذه الليمونه ما شاء الله شحال زوينه، ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله، كل شيء زوين تبارك الله، كل شيء مخير الله اكبر. هذه هي المزرعه ديال الصديقه ديالي في طريق مكناس، وراني ماشيه لعندها ان شاء الله نجلس معها شي ايام ونرجع لفاس باذن الله تعالى. قلت ما فيها باس ندير هذا الفيديو هذا لخوتي يشوفوه، لان الجو زوين وعجبني بزاف. لا اله الا الله.